أعزائي المتداولون، أهلا وسهلا بكم ومع الاستطلاع اليومي من ديلي فوركس. تستمر التصريحات الداعمة لرفع سعر الفائدة بدعم الدولار الأمريكي غالبا على حساب الين الياباني والمعادن الثمينة. اليورو مقابل الدولار هبط مرة أخرى مجددا، وهو الآن في صدد تشكيل قناة صاعدة طويلة الأمد. الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني صعد مجددا، لكنه من المتوقع أن تكون النقطة 102.50 صعبة المراس لأي صعود آخر. عاد زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي مرة أخرى للاتجاه الهابط على المدى الطويل، بعد أن تراجع من مستوى المقاومة الرئيسي عند 1.3267. قد يحتاج الارتفاع قليلا قبل أن يستمر في التراجع. شكرا لكم وتداولا موفقا.